ارحبوا يا رجال، ارحبوا ارحبوا، والله يحييكم. مرحبا مرحبا يا ابو عيد، مرحبا والله يحييك، تحيا السيد. مرحبا بابك، مرحبا يا ابو محمد، مرحبا ومسهلا. عد الله يحييكم، مرحبا 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 مرحبا. الارض ترحب والسماء ترحب. مرحبا يا ابو عيد، قط قط الله يحييكم، مرحبا بكم، مرحبا والله ومسهلا. أقول طول الله يحييكم، مرحبا بكم. من هنا من هنا يا ابو عيد، ابدا وجهك من هنا، الباب من هنا قدامك. يا سلام ولد، ايش ايش ابو عيد يا دكتور؟ ربع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا تقريبا يا اخواني ساعة هذا الموال، هذا على جواله، وهذا الرجال ما غير يكلم، وهذا الرجال يا ابو فايز هذا الرجال مع نفسية قاعد يبكي. تكفون يا اخواني، بنحط لكم اللوكيشن واللي فاضي يجي يسولف معنا، يلعب معنا ورقة. يا غايب فوق صدري حزن ما ادري شوق. طيب من البارح وانا حسين مال والقلب في حيرة. يا سلام بغيت النوم قال مرحبا والله يا شيخ، ما ظنتي والله بقبل افتح. صاحي من بدري وبثينا ابو ساعتين وضحكنا واستانسنا، ما عاد فيه الا وقتنا، لكن باذن الله كنا بنفتح موعدنا باذن الله بكره. لا صحينا وانبسطنا وضحكنا، كان بث ممتع استمتعنا فيه. شكرا لكم، الله يبيض وجيكم يا بيضان وجه فمال. هاخذها وانا مبارك. دمن يا مبارك، ها دمن. طيب هاخذها وانا مبارك.
طبعا اليوم يا اخواني جايب لكم شاليه ريفال. شاليه ريفال طبعا يا اخواني جدا جميل بجميع تفاصيله، نظامه كويس زي ما انتم شايفين. هنا مدخل الشاليه، تشوفون هنا الجلسات، وهنا العاب الاطفال مع المسبح، هنا ايضا المجالس، هنا صالة كبيرة مع مطبخ مع دورة مياه الله يكرمكم، ومع طاولة الطعام، ومع دورة مياه الله يكرمكم ان شاء الله، ومع ايضا هنا صالة مختصرة خفيفة، وايضا المسبح زي ما تشايفين، وهنا بعد جلسة او تبة كويسة كارتة فنانة فنانة فنانة. خلني نوريكم الدور الثاني وش فيه. بعد ما خلص احنا وياكم الدور الارضي، نروح وياكم الدور اللي فوق. طبعا من هنا تخش للدور اللي فوق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. هنا صالة مختصرة ما شاء الله تبارك الله، وهنا دورة مياه الله يكرمكم، وهنا غرفة نوم ما شاء الله تبارك الله، وهنا بعد غرفة نوم. يا سلام. وتطلع هنا للشيء اللي أنا أحبه جدا، الإطلالة. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. شاليه يا اخواني شرح شرح بمعنى الكلمة. شفتوا معنى الكلمة كيف شراحة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا مختصر جميل شرح ما شاء الله تبارك الله يا اخواني. انا صراحة انصح اللي بيجي بيصيف في جدة او بيتمشى في جدة او من سكان جدة يحتاج شاليه، فأنصحك في هذا الشاليه اللي ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا اخوان الحين بعطيكم سعر الشاليه. الشاليه سعره في الويكند بألف ريال، إضافة 300 ريال للدور اللي فوق، يعني يصير 1300. إذا تحتاج بس الدور اللي تحت بألف ريال، إذا تحتاج الدور اللي أيضا اللي فوق بثلاثمائة ريال. هذه أيام الويكند، أما الأيام العادية يصير عليك بثمانمائة ريال، والدور اللي فوق بثلاثمية ريال. فهمتوا كيف؟ الأيام العادية بثمانمية مع إضافة للدور اللي فوق ثلاثمية ريال، والأيام الويكند بألف ريال وإضافة للدور اللي فوق بثلاثمية ريال. تحسبوني يعني بس كذا يا سعد، يعني مو بتزبطنا زيادة، أبشروا بالسعد. خلكم معي. وش العرض يا سعد؟ العرض اللي هو اللي بيجي من طرفي له خصم 30% من سعر الشاليه، سواء في أيام الويكند أو في أيام الأسبوع. تجي من طرفي يخصم لك صاحب الشاليه 30%. ما شاء الله تبارك الله. طبعا بحط لكم على السناب هذا موقع الشاليه طبعا في جدة، ورقم التواصل. الله يرزقه إن شاء الله، وما شاء الله تبارك الله، والشراحة في هذا الشاليه أنصحكم فيه. السلام عليكم. طبعا يا اخواني بوي في الديرة موصيني اني اجيب غرض بالحوش، والمفتاح مو معي. ابو جابر هذا باب اي لا هذا حوش الحالة، وهذا الحوش الثاني الحالة. طيب فانا اسمح لك وتكفى يعني اذا تقدر يعني من هنا بس تفتح الباب من هنا. انت السعد الله يطول عمرك. احسنت يا ابو جابر. من هنا من هنا من هنا ترسم خط. لا بسيط اوكي. يلا نتوفقه يا الله.
يلا نتوفقه يا الله، يلا نتوفقه يا الله. انت بلا تطيح، انت بلا تطيح. يا سلام يا ابو جابر، يا سلام. يا عالم يا ناس بيسرق بيتنا، يا عالم يا ناس الحقوني، يا جيراني الحقوني بيسرق بيتنا، بيسرق بيتنا يا جيران، يا ناس، يا حسن بصلة احمد تندي الحقوني بيسرق بيتنا، يا حرامي يا حرامي.